بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس ان شاء الله نستكمل الدرس السابق حول موضوع التعامل مع مصفوفتين في نفس الوقت، ولكن الفرق انه في هذا الدرس ان شاء الله راح نشوف كيف نتعامل مع مصفوفتين بحجمين مختلفين في نفس الوقت. طبعا في الدرس السابق ذكرنا المصفوفة اللي عندنا هنا على اليمين rainfall، وشفنا كيف نسوي المصفوفة هذه، هذا الكود اللي يسوينا المصفوفة هذه، ونقرأ القيم ويتمثل معدل هطول الأمطار في كل شهر من أشهر السنة. وشفنا كيف نطبع قيم المصفوفة الرينفول مع مصفوفة ثانية من نفس الحجم وهي أشهر السنة، بحيث أننا نطبع اسم كل شهر ومعدل هطول الأمطار فيه. الآن الاختلاف هنا أنه راح نطبع حاجة ثانية، أو عفواً راح نسوي حاجة ثانية. الحاجة اللي راح نسويها هنا أننا راح نحسب معدل هطول الأمطار في كل فصل من فصول السنة. زين، أو ممكن خلوني هنا مثلاً ممكن أكتب أنه هذا مثلاً فصل مثلاً الشتاء، وهذا الربيع، وهذا الصيف، وهذا الخريف. طيب، فهذه فصول السنة اللي عندنا، ونبغى نحسب معدل هطول الأمطار في كل فصل من فصول السنة هذه. طبعاً خلوني أول شيء أشيل الكود هذا حتى ما يشغلنا. الكود هذا اللي سوينا فيه الرينفول خلاص غير مهم، بس عشان نتأكد أنك فاهم. الآن إيش قبل ما نبدأ نشوف الكود، خلنا نفكر الفكرة اللي ما يعني كأننا نحلها على ورق. شو نبغى نسوي؟ اللي نبغى نسوي أننا ناخذ كل ثلاثة أشهر، هنا عندنا كل ثلاثة أشهر، زين، ناخذهم ونحسب معدلهم، يعني مجموعهم تقسيم عددهم. زين، فهنا نقول 1.2 زائدا 2.4 زائدا 0 تقسيم 3. وبعد كذا إذا طلعنا الناتج نضع الناتج هنا. طبعا أنا حاط هنا بالأسود حتى يكون عندنا مكان نعبي فيه. طبعا أول ما تبدأ الأري يكون 0 0 0 0. زين، أول ما نبدأ زي ما قلنا قبل تكون الديفولت values أو الانيشيال values للأري، القيمة الابتدائية هي 0 0 0 0 لأنها الأري من نوع دبل. الآن نبغى نحسب كل ثلاث قيم من هذه، نبغى نحسب الأفريج حقها ونحطه هنا. زين، نأخذ القيم هذه أول نحطها هنا، نأخذ القيم الثاني هذه ونحطها هنا، والثالثة اللي عندنا هنا هذه ونحطها هنا في الثالث، والرابعة اللي عندنا هنا الرابعة نحطها في المكان الرابع. إذن اللي نحتاج ان نسويه هنا اننا نمشي على التو اريز هذولي، زين، بشكل متوازي، لكن في كل مره نمشي ثلاث خطوات على الاري هذه. زين، نمشي ثلاث خطوات، يعني خطوه خطوه خطوه. اذا خلصنا نعبي المكان هذا، زين، وننتقل للي بعده ننتظر. مضبوط، اذا احنا في المكان هذا نمشي خطوه 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 ثلاث خطوات، بعد كذا نعبيه، ثم ننتقل للي بعده، ثم هنا نمشي خطوة 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 ثلاث خطوات، ثم ننتقل لنعبي هذا المكان، ثم ننتقل للي بعده. إذن لو حسبناها بالأرقام راح أمشي على rainfall 0. أول شيء راح يكون أنا quarter average 0 راح أكون هنا. زين، راح أمشي rainfall 0 rainfall 1 rainfall 2، أعبي القيمة في quarter average 0، ثم بعد كذا أمشي إلى واحد. زين، إذن لما يكون عندي الإندكس حق الأري هذه بصفر، فإن الإندسيز اللي عندي هنا اللي راح أدخل عليها هي 0 1 و2. لما يكون عندي الإندكس هنا بواحد، فإن الإندسيز راح تكون 3 و4 و5. لما يكون الإندكس عندي باثنين، فإن الإندسيز هي 6 و7 و8. لما يكون عندي الإندكس هنا 3، فإن الإندسيز هي 9 و10 و11. طيب، الآن هل ممكن نوجد علاقة بين كل رقم على اليسار والثلاث أرقام اللي على يمينه هنا؟
زين هل ممكن نوجد علاقة بين الأرقام هذه الثلاثة؟ زين بين الرقم هذا والأرقام الثلاثة هذه، الرقم هذا والأرقام الثلاثة هذه. زين هنا هذه هي الفكرة الصراحة الرئيسية، ورح تشوف الآن لما نجي نحل ليش هذه هي الفكرة الرئيسية. أول شيء خلينا نشوف إذا كنا نستطيع أن نوجد علاقة. أنا ودي توقف الفيديو تحاول تفكر يعني بشكل عام كيف تحل السؤال هذا. إذا عجزت على الأقل فكر هل كيف العلاقة بين الأرقام هذه، بين الصفر والثلاث أرقام اللي على اليمين، الواحد والثلاث أرقام اللي على يمينه، وهكذا. زين وقف الفيديو جرب على ورق شوف كيف. لو وجدت العلاقة فكر كيف ممكن تستخدم العلاقة هذه حتى أنك تمشي على الأريز الثنتين مع بعض وتعبي الأري هذه من القيم اللي موجودة في الأري هذه. طيب أتمنى أنك حاولت. خلينا نشوف الآن. لاحظ أنه الصفر هنا لو قلنا ثلاثة في صفر زائدا صفر زين يعطينا صفر، وثلاثة في صفر زائدا واحد يعطينا واحد، وثلاثة في صفر زائدا اثنين يعطينا اثنين. إلى هنا هذه العلاقة يعني شوي يعني لاحظ أن الرقم هنا هذا عندنا الصف هذا هو الصفر، والصف هذا هو الأرقام اللي عندي هنا. زين طيب خلينا نشوف الآن هنا كيف راح يكون الوضع. خلينا نجرب مرة ثانية نفس الفكرة. نستطيع أننا نقول هنا نقول ثلاثة في واحد زائدا صفر، ثلاثة في واحد بثلاثة زائدا صفر بثلاثة، ثلاثة في واحد زائدا واحد، وثلاثة في واحد زائدا اثنين. زين ثلاثة في واحد بثلاثة زائدا واحد أربعة، هذا طبعا أربعة، ثلاثة في واحد بثلاثة زائدا اثنين بخمسة. زين إذا لاحظ أن هنا استخدمنا نفس الرقم اللي موجود عندنا هنا، لكن هنا ما عاد نستخدم الأرقام اللي على اليمين. زين إذا واضح أن العلاقة اللي لقيناها هنا ما هي علاقة مضبوطة. زين إذا واضح أن كل مرة نستخدم صفر واحد اثنين. نفس الشيء هنا نقول ثلاثة في اثنين زائدا صفر، ثلاثة في اثنين زائدا واحد، وثلاثة في اثنين زائدا اثنين زائدا اثنين. زين فثلاثة في اثنين ستة زائد اثنين ثمانية، وبرضه نفس الشيء في الأخير هنا نقول ثلاثة في ثلاثة اللي هو هذا اللي عندنا زائدا صفر، وثلاثة في ثلاثة زائدا واحد، ثلاثة في ثلاثة زائدا اثنين. طيب إذا بعد ما أوجدنا الآن العلاقات هذه، وش الفكرة العامة؟ كيف راح نستخدم العلاقات هذه في حل المثال بشكل عام؟ الفكرة بشكل عام أني أنا راح أدور على الأري هذه بلوب، كل مرة أدخل فيها عنصر الأري هذه راح أدخل على ثلاث عناصر في الأري هذه. إذا كأني أحتاج لوب تدور على الأري هذه، في كل مرة اللوب اللي تدور على الأري هذه دورة واحدة راح أخليها، راح يكون في جواها لوب ثانية تدور على العناصر هذه ثلاث دورات. زين كل مرة تدخل في عنصر من العناصر هذه. زين إذا راح يكون عندي لوب فيها I. زين اللوب هذه الI يدور لنا على العناصر هذه عنصر عنصر. زين هذه اللوب الخارجية، جواها نستد يعني لوب ثانية فيها variable فيها J، والجي دائما في اللوب الثانية اللي جوا يبدأ من صفر إلى اثنين، صفر واحد اثنين، صفر واحد اثنين، صفر واحد اثنين، كل مرة يمشي لنا ثلاث عناصر، كل مرة يمشي لنا ثلاث عناصر. زين لكن احنا ما نستطيع نستخدم الجي لوحده حتى ندخل على العناصر، لأن راح يضبط معنا في المرة الأولى صفر واحد اثنين، لكن في المرة الثانية ما راح يضبط. زين راح يكون ثلاثة أربعة خمسة، فما نستطيع أن نستخدم صفر واحد اثنين لوحده، مضبوط؟ فإذا نحتاج أن نستعين بالآي برضه اللي عندنا هنا. إذا لاحظ أنه لو ممكن أني أنا يعني أقول لك أنه المثال هذا زين ممكن أني أقول لك أنه حنا جالسين نسوي أكسس على دفعتين أو على مرحلتين. المرحلة الأولى نسوي فيها أكسس للثلاث عناصر هذه. زين إذا عندي لوب كبيرة تمشي لي ثلاثة ثلاثة، تمشي لي ثلاثة ثلاثة في الأري الكبيرة هذه، مضبوط؟ ونفس الوقت تمشي لي واحد واحد في الأري الصغيرة هذه. جوا اللوب الكبيرة هذه في لوب ثانية صغيرة
تمشي لي عنصر عنصر في الاري هذه، وانا بنفس الوقت بس ماسك عنصر هذا. زين، اذا اللوب الكبيره راح تمشي لي عنصر عنصر هنا، وراح تمشي لي ثلاثه ثلاثه هنا. جواها لوب ثانيه صغيره راح تمشي لي عنصر عنصر جوا الاري هذه. زين، واستخدم العلاقه هذه اللي انا اوجدتها حتى اني ادخل على كل عنصر من عناصر الاري. خلينا نشوف الكود مع بعض ونحاول نفهم كيف نستخدم الكود هذا. هذا هو الكود عندي. خليني بس شوي أصغر إذا كان في إمكانية حتى أنه طيب، هذا هو الكود اللي عندي هنا. والفكرة الكود هي زي ما تشوف. أول شيء طبعاً سوينا الأريه الكبيرة هذه. زين، الآن لاحظ، نذكر مرة ثانية بفكرة البرنامج، أنك تبغى تحسب الأفريج حق كل ثلاث أشهر في السنة وتحطه في الفصل الخاص فيه، فصل الشتاء أو الربيع أو الصيف أو الخريف. زين، هذه الفكرة. إذا سوينا أول شيء الأريه الخاصة بالفصول السنة في السطر الأول هنا. بعد كذا الآن عندنا اللوب الكبيرة، هذه اللوب الكبيرة، وهذه اللوب اللي في وسطها اللوب الصغيرة. اللوب الكبيرة هذه راح تمشي من صفر إلى أربعة، راح تمشي واحد اثنين ثلاثة أربعة، وبنفس الوقت راح تمشي. زين، خلني أحط لك هنا سهم، راح تمشي واحد، مضبوط، وبحط سهم كبير، يعني معنى إنه الثلاث عناصر هذه اثنين، الثلاث عناصر هذه ثلاثة، ثلاث عناصر هذه أربعة، الثلاث عناصر هذه. زين، إذا هي راح تمشي عنصر عنصر هنا، هنا راح تمشي ثلاث عناصر ثلاث عناصر. هذه اللوبة الكبيرة. في كل مرة في اللوبة الكبيرة، جوا اللوبة الكبيرة فيها اللوبة الصغيرة هذه، راح تمشي لي عنصر عنصر جوا الثلاث عناصر اللي عندي، ونستخدم العلاقة هذه حتى نوجد كل عنصر. زين، طيب، طبعا المطلوب كل مرة نوجد الأفريج متوسط هذا. فإذا في كل مرة راح يكون عندنا فيريبل هنا، فيريبل هو سم. زين، قيمة السم في كل مرة نصفرها، كل مرة نبغى الأفريج حق كل فصل من الفصول، فكل مرة نبغى الأفريج حق ثلاث عناصر، فلازم كل مرة لازم نصفر الصم أو المجموع من جديد، لأن نبغى نجمع هذولا مع بعض بس ونوقف. تدور اللوبة الكبيرة دورة ثانية، نجمع الثلاثة الثانيين مع بعض ونوقف. تدور اللوبة الدورة الكبيرة مرة ثالثة، نصفر مرة ثانية الصم ونجمع هذول الثلاثة مع بعض. إذا هذه هي الفكرة اللي عندي هنا. إذا أبدأ الصم بصفر، أجي جوا اللوب هذه، زين، وأبدأ أحسب الرين فول. راح أوقف الفيديو هنا، أبغاك تفهم البرنامج، تفكر فيه، حاول كذا. في الفيديو القادم إن شاء الله راح أشرح الكود هذا بشكل أكثر تفصيل، وأمشي عليه خطوة خطوة.